على الكنيسة. طبعا بشكر الأخ زميل هشام الخصري على وكل لجنة الزراعة على إعداد هذا التقرير، وبهني الشعب المصري كله بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. الحقيقة رئيس يعني المقولة اللي بتقول أن تأتي متأخرا خيرا ألا تبدأ. أنا شايف إن هو متأخرين جدا في خطوات الإصلاح في موضوع القطن الذهب الأبيض. إحنا من واحنا صغيرين عارفين إن هو الذهب الأبيض وثروة مصر الحقيقية، لكن للأسف شديد الوقود توالت وتدهورت. فأعتقد إن دي بس أنا شايف كي يسترد القطن المصري عرشه مرة أخرى عالميا ويستعيد تاجه العالمي، دي خطوة صغيرة قوي من خطوات كتيرة. أنا يعني بطرح مشروع قومي لمشروع القطن ده تتوافر فيه وزارة الزراعة مع وزارة الصناعة مع الوزارات المعنية بكل وزارة الري مع كل الوزارات، بحيث إن المنظومة تبقى متكاملة. لأن أنا شايف هذه الخطوة خطوة ضيقة جدا في إطار مشروع القطن فعلا يسترد عرشه مرة أخرى عالميًا.